كتير بنبقى واخدين الخادم مثل اعلى لينا بسبب اللي احنا بنسمعه واللي بنشوفه، بس لما بنقرب قوي ساعات بنخليني ابعد، بحس ان مثلا اللي هو بيقوله غير اللي هو بيعمله. احنا احيانا نشوف متحف لازم نشوف الناس اللي هناك كلهم حلوين، لما بشوفه بيقول لي حاجه وهو بيعمل حاجه تانيه هصدقه ازاي او هعرف اخد كلام؟ انا بالنسبه لي الكنيسه هي المكان اللي بتقابل فيه مع الرب. هتروح النار بسبب ان انت بتعملي كذا وبتعملي كذا، فهم بيحكموا عليا. لكن انت رايح بيت بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. ازيك يا توت؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك يا عمر؟ قدلنا كتير مش بنشوفه في الكنيسه. متضايقه شويه من موضوع الكنيسه ومتعثره منه. ليه؟ بسبب الخدام شويه. كتير بنبقى واخدين الخادم مثل اعلى لينا بسبب اللي احنا بنسمعه واللي بنشوفه، بس لما بنقرب قوي ساعات بنتصدم لان بنبقى متوقعين حاجه وبنشوف حاجه تانيه، بيخليني ابعد، بحس ان مثلا اللي هو بيقوله غير اللي هو بيعمله، فبيخليني مش عارفه بتشتت فبقاش عارفه امشي ازاي. صحيح، هو طبعا اي واحد مكانك هيفكر التفكير ده هيتعصب، بس انا عايز الفت نظرك لحاجه. الكنيسه اللي احنا الرب عايزنا نروحها ونتقابل فيها معاه، احنا احيانا نشوفها متحف لازم نشوف الناس اللي هناك كلهم حلوين، يعني ده مش صح. اللي في ايه في الكتاب بتقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاح، اللي في الكنيسه واللي بره الكنيسه واللي في الشارع، مفيش حد بيعمل حاجه كويسه، لكن نعمة ربنا هي اللي فتحت الباب لينا احنا الوحشين. مش تكون الكنيسة متحف نشوف فيه ناس حلوة، لا، نشوف الكنيسة مستشفى الناس راحة فيها تتقابل مع الرب عشان تتغير. ده حقيقي، بس لما بشوفه بيقول لي حاجة وهو بيعمل حاجة تانية، طب هصدقه ازاي او هعرف اخد كلام منه ازاي؟ صحيح، بس ونفترض انا ما لقيتش ده، هل ده يمنع علاقتي بينه وبين الرب؟ انا بالنسبه لي الكنيسه هي المكان اللي بتقابل فيه مع الرب، حتى لو في الناس المعسرين، حتى لو في الناس اللي هم انا مش شايفهم قدوه بالنسبه لي او حتى بيدفعوني لقدام، انا بالنسبه لي الكنيسه ومحضر الرب ده قضيه اساسيه في حياتي، لازم اسعى واجتهد ان انا اكون موجود في المكان ده، حتى لو كل الظروف حواليا بتقول ان انا ما ينفعش اكون موجود، مش لازم اكون موجود، لكن علشان يبقى بيني وبين الرب علاقه، من اساسيات العلاقه دي ان انا اكون موجود في محضر الرب اللي هي في الكنيسه مع جماعه المؤمنين. طيب اوكي، انا احب اروح واحب ابقى في علاقه مع ربنا، ويس. بس لو رحت بقى ولقيت ان هم بيقولوا لي لا انت هتروحي النار بسبب ان انت بتعملي كذا وبتعملي كذا، فهم بيحكموا عليا من غير حتى ما يبتدوا يساعدوني يعني. صحيح، دي ماساه تاني بصراحه، ان الناس تتكلم عليا وانا في الكنيسه والكلام ياثر فيا، بس في ايه في الكتاب بصراحه انا يعني تعجبني خالص، بيقول فيها لا تضع قلبك على كل الكلام لئلا تسمع عبدك يسبك، يعني عبدك ده اللي شغال عندك يشتمك، تخيلي. فانا لو كل كلمه هعملها موضوع في حياتي وتبقى يعني مصدر تفكيري ومضمون تفكيري طول الوقت، انا هتعب جدا. وعلى فكره الناس اللي بتتكلم يعني دايما ممكن ما يكونوش بيقدروا ظروف الناس، مش عارفين تفاصيل الناس، احنا كشباب مثلا ممكن يكونوا مش عارفين احنا مثلا لينا اسلوب حياه معين، لينا طريقه حياه معين، نحترم ونقدر ده، بس في الاخر برضو الامر ده ما يمنعنيش ان انا احترم رايهم واحترم قراراتهم وافهم هما ليه بيقولوا كده، وكمان ما يمنعنيش ان انا اكون في الكنيسه، ما يمنعنيش ان انا احضر دايما في الكنيسه مع اخواتي ومع المؤمنين، وادور على الحاجه الايجابيه في الكنيسه وفي المؤمنين وفي الموجودين، حتى لو انا اشك انهم مؤمنين، ادور على الحاجه الايجابيه واستمتع بيها وافهمها واقدرها. صراحه السؤال اللي انت سالتيه ده مهم جدا، ونفسي كل الناس يعني توصل لفكره ان احنا رايحين للرب يسوع، انا رايح اتقابل مع الهي باستثناء اي حد موجود تاني، حتى لو الشخص ده هيعصرني، بس انا عايز اروح اتقابل مع الرب. ممكن يكون الشيطان حاطط الشخص ده او المشكله دي علشان يمنعني ان انا اخد خطوه لقدام، لكن انا هجتهد
واحب محضر الله واحب المؤمنين حتى بظروفهم. طب يا انكل انا ليه لازم اروح الكنيسه؟ تمام ممكن اعبد ربنا في البيت وممكن اتفرج عليه في التي في، في كذا قنوات كتير ممكن اسمعه فيها. من اعظم الحاجات اللي عملها الرب يسوع لينا بدمه على عود الصليب انه عمل لينا كنيسه اعضاء جسد الواحد، فوجودي في المكان ده معناه ان انا بمارس مهنتي كعضو في جسد المسيح. لو انا طلعت من الموضوع انا ماليش اي قيمه، لو انا بره او اعتزلت وجيت يبقى انا مش من ضمن اعضاء جسد المسيح. فلازم اكون وسط الكنيسه وسط اخواتي، حتى لو كل واحد فيهم ليه طريقه تفكير بس هو عضو في جسد المسيح، حتى لو كل واحد فيهم ليه حاجه مش عجباني بس هو عضو في جسد المسيح لازم اقبله ولازم اكون معاهم لان ده دوري كعضو في جسد المسيح. صح يا امك عندك حق. سؤالك بصراحه رائع جدا، واتمنى فعلا نكون الوقت اللي جاي ده نكون دايما في الكنيسه ودايما في محضر الرب، وما نخليش اصوات الشيطان تاخدنا لورا وتبعدنا عن الكنيسه، لكن نكون وسط المؤمنين وسط اخواتنا ونقبلهم ونحبهم زي ما هم. امين. ميرسي يا انكل، شكرا قوي. ربنا يبارك فيك. ميرسي. يا جمال الفن زمن لك كتير فيه الكلام، يا جمال الفن المهم والاهم. بصلي من قلبي لكل واحد بيسمعنا ان ترجع ليك اشواق حقيقيه تكون في محضر الله وسط اخواتك في الكنيسه. ما تروحش الكنيسه على اساس ان ده مكان رايح تتفرج فيه على الناس أو تنتقد ناس أو تشوف هيعملوا إيه، لكن أنت رايح بيت أبوك الأب اللي بيحبك وسط إخواتك أعضاء جسد المسيح. عشان كده رن معنا الكلمات دي، جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك. جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك، يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد امين، تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. ارضنا عطشانه وجروح مليانه، من فيض حبك ترويها، لمسة ايدك تشفيها وتردها تاني اليك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بنصدق كل وعودك انت في الوعد امين، تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. بنتوب قدامك بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا بتسجد ليك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل انت في الوعد امين، تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين.